اهلا وسهلا بحضراتكم. على موقع التواصل امبارح والنهارده في ناس ماسكين في خناق بعض بسبب ماي ماين. هل ده موجود فعلا في الانجليش ولا مش موجود؟ ناس يقولوا اه وناس يقولوا لا. في الحقيقه هي موجوده فعلا، استخدامها هيبقى كاسم في الحاله دي بعيد عن استخدامها كضمير ملكيه، وهتبقى معناها يعني شخص على علاقه عاطفيه مع حد، سواء كان مثلا لو ولد يبقى الجيرل فريند بتاعته او البنت يبقى البوي فريند بتاعها. وممكن تلاقيها مثلا في اغاني، في اسماء اغاني زي اغنيه جيني ايكو ماي ماين. ولو انا استخدمها في جمله ممكن بقول مثلا I went out with my mind last night. I went out with my mind last night، يعني انا خرجت مع الجيرل فريند بتاعتي او حبيبتي مثلا امبارح بالليل. اكتر من كده مش هتلاقيها، يعني مش هتلاقيها مثلا في الفورمال لانجويج، فاستخدامها محدود جدا. ولكن احنا ممكن نستفاد بالفرصه دي نتعلم حاجه جديده عن كلمه ماين بعيد عن كونها كضمير ونستخدمها كاسم. ممكن تستخدمها بمعنى لغم، ممكن تستخدمها بمعنى منجم زي كول ماين منجم الفحم، او جولد ماين منجم ذهب. وللناس اللغويه الاكسبريشنز، لو انت عايز تقول لواحد مثلا زي صاحبنا ده عيش يا بحر العلم يا ترعه المفهوميه، يعني عايز تقول لواحد مثلا يعني يا لغزارة علمك يعني، او يا بحر العلم. A mine of information. A mine of information. He is a mine of information. يعني هو صاحب علم غزير فعلا. What a mine of information. يعني يا لعلمك الغزير يعني واطلاعك، يعني ما شاء الله عليك يعني. بس كده. اتمنى تكون في حلقه النهارده افاده ومعلومه جديده لحضراتكم. اشوف الحلقه الجايه ان شاء الله على خير. خالص تحياتي.